دور مؤتمرات الشباب، ومن ثم طبعا بلورت هذه الفكره دور ايضا منتدى شباب العالم له صبغه دوليه. دي المره الثانيه وفعلا بدات الفود يعني تتواجد في مدينه شرم الشيخ للمشاركه في فعاليات هذا المنتدى. المنتدى السنه دي بيتكلم عن التعريف بالاعمده السبعه للشخصيه المصريه. الحقيقه الشخصيه المصريه هي مش وليده النهارده او امبارح، هي وليده تراث، حضارات، ثقافات تعاقبت عليها منذ الاف السنين. اصبح لمصر خصوصيه في شخصيه شعبها، في حضارتها، في ثقافتها. يمكن ده هيكون الموضوع الرئيسي في منتدى شباب العالم. لكن خلينا نقول فكره وجود عدد كبير من الشباب بيجتمعوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض، بيتحاوروا مع القياده السياسيه. معروف طبعا ان هذه المؤتمرات او هذه المنتديات بتقام بحضور وتحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجود كتير من رجال الدوله، شخصيات عامه، شخصيات على المستوى الدولي. لما بيكون منتدى شباب العالم ازاي الشباب بيستفيدوا؟ وفعلا استفادوا. تجربه هنعرفها دلوقتي من دكتوره، او هي معيده، دكتورة أستاذة دعاء القرشي. هي معيدة في كلية الأداب جامعة سوهاج في كلية أداب لغة إنجليزية. برحب بيك يا دعاء. أهلا بحضرتك. يمكن أنا حتى في كلامي بقول إنه عايزة أعرف من تجربة إزاي أنتوا كشباب. أنت حضرتي قبل كده مؤتمر، كم مؤتمر حضرتي للشباب؟ حوالي ممكن مثلا على المستوى المحلي عندي في محافظة سوهاج مثلا ندوات بتعرفنا إيه مؤتمر الشباب والكلام ده، حوالي مثلا مؤتمرين، ومؤتمر جامعة القاهرة الأخير حضرتي. يس حضرته. طب احكي لي تجربه تواجدك في مؤتمر جامعه القاهره ده، كان مؤتمر مهم جدا للشباب. هي تجربه مفيده جدا. يعني الجو، يعني الجو العام بتاع المؤتمر والانسجام بين الشباب وبين قاده الدوله وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا حاجه جميله جدا، بتتيح الفرصه لينا ان احنا كشباب ان احنا نعبر عن راينا بكل حريه وشفافيه، نتكلم عن طموحاتنا، مشاكلنا، مقترحات مثلا عايزين نقدم في عمليه التنميه والتطور، في قضايا كل ما يخص قضايا الشباب بصفه خاصه. اللي انت كنت شايفاه كان يعني انت بسطتي لما شباب جامعه القاهره، اللي انت كنت حابه تقوليه او تقترحيه؟ انا كنت شايفه اكتر حاجه بسطتني يعني ان كان في طاقه ايجابيه رهيبه، يعني من جانب سياده الرئيس ومن جانب الناس المشاركه الاعضاء الشباب. يعني حاسه ان الناس كلها عايزه تتكلم، عايزه تقول حاجه، في جواها حاجات كتير عايزه تعبر عنها. يعني ممكن تكون مثلا في نظر حد ان هي حاجه بسيطه، بس على فكره الحاجات دي لو اتطبقت على ارض الواقع هتبقى حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه جدا. فحسيت ان في طاقه ايجابيه رهيبه، في حماس، الناس متحمسه لفرصه زي دي علشان تتكلم عن نفسها. جات لك الفرصه ازاي تكوني موجوده في مؤتمر جامعه القاهره؟ جاتني عملت ابلكيشن دعوه وكده، وهي انفيتيشن، وبعدين رحت. وانا اصلا بعمل دراسات عليا في جامعه القاهره وكده، فكنت على درايه بالمواعيد والكلام ده، فكنت متابعه. فاول ما جات لي الفرصه رحت حضرت وكده، وكنت مبسوطه جدا طبعا، تجربه جميله جدا بالنسبه لي وتجربه كويسه. يعني فكره ان يكون عدد كبير من الشباب موجودين في مؤتمرات، احنا لحوالي سنتين او اكتر، وكان موجود في محافظات كتيره، يعني كان موجود في اسماعيليه، في اسكندريه، في اسوان، في القاهره كان موجود برضو كتير، وشرم الشيخ طبعا. طبعا فكره ان هو اولا مش متوقف على القاهره او مدينه شرم الشيخ، وتاني حاجه انه مش بس قايمه على مجموعه من الشباب اللي عايشين في المدن الكبيره او في القاهره، اسكندريه والى ذلك، لكن انتوا كلكم اشتركتوا، انتوا من الصعيد مثلا في سوهاج. وانا عايزه احييكي كمان، انت كمان معيده في الجامعه، حتى قبل الهوا قلتي لي انت طالعه الاولى على دفعتك. تمام. فالمراه المصريه شاطره. فيعني ان هو مش قايم فقط على المحافظات الكبيره او يعني المعروفه، لا كمان اهتمام كبير قوي بالقياده السياسيه والدوله كلها تهتم بالصعيد. فالندوات اللي كانت معموله بقى في الصعيد عن ايه في جامعه سوهاج عندك مثلا؟ كانت ندوات ثقافيه بتعرفنا، يعني توعية تنمية، أوكي، بتعرفنا هو المؤتمر عن إيه، تمام، بيتكلم عن إيه، مؤتمر الشباب عن إيه، الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني إيه الهدف من المؤتمر، إيه الهدف من فكرة المؤتمر عامة. فيعني أنا شايفة إن مشاركة الشباب أو مشاركة أي حد في المجتمع إن هو يروح يحضر مؤتمر دي حاجة كويسة جدا. يعني بتخلق نوع من الوعي
والمعرفة. أكيد يعني الشخص الأكتف في المجتمع بيروح يحضر ندوات ثقافية علمية اجتماعية أيا كانت نوع. تكلميني عن أنت من مدينة سوهاج نفسها. كلميني عن الاهتمام بالشباب عندكم في محافظة سوهاج، وهي نموذج لمكان أو منطقة أو محافظة في الصعيد. شايفة إيه الشباب إلى أي مدى في الجامعات عندكم؟ أنت كمان بقيتي معيدة وبتختلطي كتير بالبنات، بشباب صغير، بنات وولاد الحقيقة، بتدرسي بدأتي تدرسي طبعًا. طيب شايفة إزاي الاهتمام بالشباب في محيط الجامعة عندكم في سوهاج؟ والله أنا شايفة ممكن يعني في اختلاف كبير بين الشباب عندنا في سوهاج وبين هنا في جامعة مثلا في محافظة القاهرة أو في القاهرة عامة. يعني شوية الشباب هناك يعني في جامعة سوهاج عندنا في محافظة سوهاج أو في الصعيد عامة في حتة خجل في يعني مثلا عندي أنا بدرس، أنا يعني احتكيت بالطلبة هنا في جامعة القاهرة وبالطلبة عندنا في سوهاج. هناك يعني دايما بقول مثلا في المحاضره بتاعتي يعني get rid of your shyness، يعني بلاش خجل، يعني لو عايزين تخلوا عن خجل بالضبط، لو عايزين تتعلموا لغه، لو عايزين يعني تبقوا more creative، يعني you should get rid of your shyness. يعني هو ده ممكن تكون طبيعه المكان الى الحياه. بالضبط، لان المجتمع مش open قوي، يعني شويه يعني احنا في انغلاق يعني شويه عن القاهره، فيعني دور الشباب مش فعال قوي زي هنا في القاهره. تمام، فالموضوع إيه اللي بتقترحيه اللي انت حباه يكون في اطار الجامعه عندك في سوهاج او في المحافظه نفسها؟ انا بقترح تنميه الجانب الابداعي، يعني انا شفت مثلا نماذج كتير مبدعه في بنات كتير وشباب يعني بيرسموا حلو جدا في سوهاج. في ناس يعني عندها موهبه كتابه الشعر، في ناس بتحب يعني بتحب الصحافه والاعلام وتحب تتكلم وطليقه، بس مش لاقيه فرصه. تمام، الناس شويه متكتفين، يعني عندنا شويه كده متكتفين، عايزين ينطلقوا. عايزين ينطلقوا، عايزين ايه، نكثف التوعيه، دور التوعيه ووسائل التوعيه والمعرفه ليهم، ان احنا لا عندك موهبه، يعني اطلع بقى من عباءه التقليديه وانك انت الخوف او الخجل او الكلام ده، انت يعني مؤمن بحاجه معينه بموهبه عندك. طب اسمحي لي دلوقتي ناخد اتصال وبعد كده هنكمل كلامنا. عايزه اعرف قبل ما ناخد الاتصال وتحضري بقى الاجابه، دور الجامعه ايه؟ ما انتوا كجامعه ككليات نشاط الجامعي نشاط الطلاب، ازاي ان انتوا تحفزوهم ما تخلوهمش يبقوا منكمشين او منغلقين. خلينا ناخد اتصال دكتور احمد عبد التواب، هو دكتور في جامعه المنوفيه. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء النور يا فندم، مساء النور على حضرتك، مساء النور على كل ضيوفك الكرام وعلى كل الساده المشاهدين جميعا. اشكرك يا دكتور. احنا بنتكلم مع دعاء عن مؤتمرات الشباب وبلورت لفكره اكبر، فكر دولي زي منتدى شباب العالم، من ثقافات مختلفه، من لغات مختلفه، كله بيجي هنا في مدينه شرم الشيخ، مدينه السلام، مدينه الثقافه. في رايك يا دكتور ايه اهميه المؤتمرات بصفه عامه في التعامل مع الشباب، تنمية عقولهم، زي ما حتى دعاء بتقول يمكن في الصعيد شوية فيهم خجل، فيهم انكماش شوية، لا ازاي ان انا يبقى في انطلاق، في يعني بيبقوا منفتحين على ثقافات مختلفة، ايه دور الشباب او عفوا دور مؤتمرات الشباب في ده؟ طيب الاول انا عايز اوجه التحية لحضرتك ولكل السادة القائمين على البرنامج. مشكورة. والتحية طبعا خاصة للضيوف ولكل السادة المشاهدين مبدئيا. الحقيقه الموضوع اللي حضراتكم بتتكلموا فيه ده، موضوع منتدى الشباب ودور الشباب، انا في رايي هو ده من اهم الموضوعات اللي الدوله حاليا بتطرح النقاش حولها. تمام. وهي فكره ان احنا ازاي ندفع بالمجتمع الى الامام. احنا عارفين ان في اي مجتمع عصب اي مجتمع هو الفئه الشبابيه. منتدى شباب العالم اللي بيعقد ان شاء الله الاسبوع القادم هيبقى المنتدى الثاني بعد المنتدى الاول اللي عقد طبعا العام الماضي. الشخصيه المركزيه اللي بيتمحور حواليها المنتدى هذا العام هو شخصيه الدكتور ميلاد حنا وكتابه الرائع اللي انا بدعو كل شاب وكل شابه لازم يقرا الكتاب بتاعه اللي هو كان بعنوان الدعائم السبعه للشخصيه المصريه. تمام. الحقيقه دور المنتديات الشبابيه بصفه عامه دور توعوي، احنا عندنا الحقيقه في اشكاليه خطيره جدا النهارده يا استاذه مها، وهي فكرة تشكيل الوعي. احنا عايزين نرفع من مستوى الوعي. الوعي ده فكرة او كلمة بتحتوي بداخلها على مجموعة من المكونات والمقومات الثقافية والاجتماعية والتاريخية والايديولوجية.
لما نقرأ الدعائم السبعة اللي الدكتور ميلاد حنا اتكلم عنهم، وأنا أعتقد إن هي دي هتكون المحاور الرئيسية في المؤتمر، عنوان الرئيسي للمؤتمر فعلا بالضبط، فهنلاقي إن المؤتمر هيتناول فكرة أولا الأبعاد الحضارية للشخصية المصرية. طبعا ده مهم جدا لأن ده مرتبط بفكرة الوعي والوعي لدى الشباب تحديدا. احنا النهارده بنواجه يا استاذه مها افكار متطرفه، افكار ارهابيه. اذا هذا الفكر المتطرف وهذا الفكر الارهابي انا لازم اواجهه بفكر، يبقى الفكر هيقاومه دايما. يعني يا دكتور حضرتك مقاومة. شايف انه مؤتمر الشباب، مؤتمرات الشباب او منتدى شباب العالم او اصلا زي ما حتى دعاء بتقول في كل جامعه بيعملوا ندوات للشباب، ده وسيله لرفع الوعي، تثقيفهم، تعرفهم بتاريخ بلدهم، نحارب الفكر المتطرف بالفكر الاقوى، بالفكر الاصح. بالظبط، ولذا حضرتك شوفي حضرتك بتقولي كلمه في منتهى الخطوره، بتقولي احنا نعرفهم بتاريخ بلدهم وبتراث بلدهم. بصي يا استاذه مها، هنا انا لازم اقف عند الكلمه، ليه؟ لان الكلمه دي الحقيقه في غايه الاهميه. تمام. احنا النهارده لو نيجي نبص كده ايه هي الدعائم السبعه للدكتور ميلاد حنا اتكلم عنهم. هو قال ان انت عندك الشخصيه المصريه هو مكون ثقافي اجتماعي فكري ملوش حل. يعني حينما نبدا اولا بالدعائم الحضاريه للشخصيه المصريه ستبدا في البدايه من العصر الفرعوني وما حدث في العصر الفرعوني من اسهامات و يعني انجازات على المستوى، على كل المستويات. وبعد كده الشخصيه المصريه بتمر بفتره ثانيه مهمه جدا وهي الفتره الاغريقيه والرومانيه، لما مصر بعد كده تحولت فيها الى دوله تابعه للامبراطوريه الرومانيه. وبعدين نيجي بعد كده على مرحله في منتهى الخطوره وهي مرحله العصر القبطي وبداية ظهور المسيحية في المجتمع المصري. وبعد كده عندنا مرحلة رابعة وهي المرحلة الإسلامية أو دخول الإسلام إلى مصر بعد ذلك. لما نيجي نبص على الدعائم الحضارية الأربعة دي هتلاقي إن الشخصية، وده على فكرة يؤكد كذلك فكرة التعايش والجذور الحضارية الموجودة لدى الشخصية المصرية. طيب دكتور، يعني عشان بس وقتنا، يمكن تفضلت حضرتك وعملت زي سرد تاريخي للعصور الحضارية أو المحطات الأساسية اللي أثرت في الشخصية المصرية، أكيد ده موضوع ممكن نتكلم فيه ونعرف بيه شبابنا، يبقى بتبقى معانا بقى على الهواء إن شاء الله. بشكر جدا دكتور أحمد عبد التواب، هو دكتوراه في أو دكتور في جامعة المنوفية. أنتوا كشباب محتاجين تعرفوا تاريخه أكتر؟ أكيد محتاجين نعرف تاريخنا أكتر. زي ما دكتور احمد اشار لكتاب الكاتب ميلاد حنا، اولا احنا عايزين نعرف مين ميلاد حنا. ممكن ناس ما تعرفوش، هو كاتب ومؤلف ومفكر مصري ليه بعض الاعمال والمقالات اكثرها تاثيرا كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، واللي هو حقيقة تبنته فكرة المؤتمر، تبنى رؤية وفكرة. في رأيك ليه المؤتمر تبنى هذا الفكر او هذه او هذا العنوان من اعمال تمام الكاتب؟ لان اهداف الكتاب ده او ما يهدف اليه او ما اشار اليه ميلاد حنا بايجاز هو يتوافق تماما مع اهداف منتدى شباب العالم. الا وهي نعم، الا وهي ايه؟ الا وهي ان هو الكتاب اولا مش كتاب فلسفي ولا مش كتاب سياسي، الكتاب بيهدف لحب الوطن وبيعكس قد ايه الشخصية المصرية او الشعب المصري انعكاس للتواصل الحضاري. دايما بيحب الامتزاج وبيحب الترابط، ويعني هو احنا رمز للوحدة الشعب او الشخصية المصرية، شخصية جاذبة للاخر بالظبط، مش منفرة للاخر. احنا لما بيجي حد علينا، لا احنا بنستوعبه ونمصر بالظبط الاثر اللي هو بيسيبه فينا. بالظبط، احنا يعني من الشعوب الافكتيف قوي، يعني ممكن مثلا شعوب كتير مثلا اكثر مننا تنميه مننا اقتصاديا مثلا او في مجال تاني، بس احنا كده يعني لينا كده طبع خاص زي ما بيقولوا، لينا التاتش بتاعنا ان احنا افكتيف اكتر. وده طبعا بيرجع لتاريخ حضارتنا ودي الاعمده السبعه اللي اتكلم عنها. ازاي ندرس تاريخ؟ ازاي ندرس لشبابنا التاريخ؟ هل فقط في خلال المدارس الجامعات، ولا شايفه انه مؤتمرات زي كده زي الشباب، او اي ايه الوسائط المختلفه اللي ممكن استخدمها علشان نعرف شبابنا؟ مش بس الشباب اللي عندهم 20 21 سنه، لا انا عايزه الولاد اللي هم 10 سنين و15 سنه يبقوا عارفين ايه هو تاريخنا،
ايه الوسائط المختلفه اللي شايفاها يا دعاء؟ والله الاهتمام بالجانب الثقافي، يعني احنا يعني ممكن نتخرج مثلا عدد من الدفعه مثلا يتخرج كلنا خريجي مثلا كليه اداب انجليش، بس مش كلنا بنفس القدر والكفاءه من الثقافه، يعني ممكن القدر بتاعي من الثقافه والتنميه يعني يختلف عن قدر مثلا زميل ليا او زميله ليا، فده مش دور مثلا المؤسسات او مش دور الدوله بس، ده دور البيت كمان، يعني مثلا الاب والام لازم يهتموا بالجانب الثقافي، يتكلموا معاهم الجامعات. الجامعات توقفنا عند سؤال قبل ما نكون في مداخل الدكتور احمد، اللي هو تقولي شويه كانوا في خجل في انكماش شويه، طيب ازاي ان انا من خلال نشاط الطلبه الكليات المختلفه الموجوده في جامعه سوهاج، ازاي نشاط الطلابي يشجع يخرج طاقات الطلبه؟ يعني زمان كان عارفه يعني نجومنا الكبار في الكوميديا تحديدا كانوا كلهم من مسرح الجامعه، يعني كلهم كانوا مع بعض في مسرح الجامعه، كان مفرخه لكتير من المواهب في الفن في مصر مثلا، ده على سبيل المثال. فانت دلوقتي دخلتي كارير الجامعه اكاديميه بتدرسي، ايه دور الجامعه الكليات ونشاط الطلابي في ده؟ والله اول حاجه مثلا نتخلص من النمطيه والتقليديه، ان نعلم الطالب لا انت بتاخد المحاضره دي علشان تمتحن اخر السنه في المقرر ده وخلاص بس تمام. شكرا كده، لا في حاجات تانية احنا لازم نسمعهم نحتويهم، لما مثلا طالب بيقول حاجه معينه لا احنا ما نتجاهلش دي، وده اللي انا بحاول اعمله، لا نسفه من كلامهم، لا نسفه بالظبط من كلامهم، هم يعني خدوا مثلا على الطريقه النمطيه شويه مثلا بعض الطلبه يعني واخده يعني بطبيعه مثلا الحال عندنا في الصعيد ان الموضوع مثلا شويه مثلا البيئه عندنا مختلفه عن هنا تمام. شويه تمام، فبطبيعه الحال في يعني عندهم طبيعه خجوله شويه تمام، فاحنا لازم يعني نخليهم حبه حبه كده، لا يعني ندمجهم في نعمل انشطه وندمجهم فيها مسابقات مثلا بالزبط. ندوات حاجات تمام. الاسر في الكليه لسه موجوده الاسر في الجامعات لسه بس مش بنفس الفاعليه، يعني هو ممكن مثلا في بعض الكليات بفاعليه كبيره، ممكن في كليات تانية لا مش بنفس القدر، بس انا هتكلم مثلا لو عن تجربه شخصيه ليا انا أيوة. مثلا كستاف ممبر لا بحاول ان انا يبقى في ميوتشوال اكستشينج، يعني يكون في positive mutual exchange يعني تبادل ايجابي بيني وبين الطلبه، يعني ما بقاش في المحاضره just a speaker، يعني طريقه التعليم تختلف، شايفه كده ده هيخليهم يتجرأوا اكتر ويتكلموا معاكي اكتر بالظبط، يعني طب انا عشان وقتي خلص اوكي ويمكن انت قلتي حاجه مهمه قوي ان انا اتعامل ازاي مع الطلبه في طريقه التدريس بالزبط. انت كمان صغيره وهم فرق العمر بينكم قليل جدا، فدي انتوا يعني كل معيد في الجامعه كل دكتور يجتهد ازاي يوصل المعلومه وازاي يبدل معاه المعلومه تمام. انا بشكرك جدا وبشكر دعاء القرشي، هي معيده في كليه الاداب جامعه سوهاج. يمكن خلاص وقتي خلص، كنت عايزه اعرف احلامك وطموحاتك ايه الفتره الجايه، بس اكيد هنتواصل معاكي. انتهت حلقتنا النهارده من سيدتي وفريق عمل جديد، بيشوفكم ان شاء الله يوم السبت القادم، والسبت القادم يوم 3 هتبتدي فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. إلى اللقاء.